السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله، السلام عليكم عمي المختار. عندي هذا الجرار ماسي فيرجسون 440 اكسترا، فيه محرك بيركينز 182 حصان، 82 حصان، صنع برازيلي، صنع برازيل. في عندي مشكل من المختار، نقصت القوة تاعو، مولاش قادر ولا يتخض الموتور، فيه صوت طرق أو تكتكة وما عرفش السبب من المختار، ونقص بالقوة تاعو مولاش قادر، مولاش يمشي حتى في الطريق، نقص بالتيراج ونشغل المحرك أمام المختار الآن ونشوفو. بالنسبة للتشغيل الآن الجرارة عنده نصف ساعة من اللي شغلته. بالنسبة للتشغيل ما عنديش مشكل مع التشغيل تاعو، حتى في الأجواء الباردة تكون الباطري مليحة، ما عنديش مشكل في التشغيل. في عندي فيه صوت طارق يظهر مع الشاط مع المنطار. جيت عند الميكانيسي قال لي عندك البخاخات، عندك حقن وقود. جيت مع المختص عاود ركبتهم نفس المشكل، عاود نحيت لابوم جيكسيو، جيت عند المختص بقى نفس المشكل. والان انا بديت عند المختصين حوالي 12 مره، ما عادش متذكر عن المختار. عودت حواقن الوقود اربعه جدد مش مكملين جدد، ركبتهم وبقى نفس المشكل عن المختار. فيه طرف موتور يتقض، وفيه حتى العداد تاعو ما عادش ثابت عمي المختار. كيما تلاحظ يتحرك العداد تاعو حسب الفاضة تاع الموتور. بالنسبة للحرارة عندي تطلع درجة واحدة، كانت نبدل ترموستا، كانت ترموستا الأولى تطلع الدرجة الثانية وتبقى ثابتة، هذه تطلع بالدرجة الأولى يكون نخدم ونكون نمشي عادي. كي نزير ياسر ونكون نمشي بزاف ونسيريلي مليح تطلع للدرجة الثانية، نعاود نقاري تهبط الحرارة للدرجة الأولى وتبقى ثابتة. في صوت طرق يظهر مع الشارت، طرق يظهر مع الشارت مع من المطار، صوت كأنه موش يخرج في الآدم في عملية شفط. وفي هذا الصوت طرق اللي تسمع فيه عمل نقص بالقوة تاعو، مولاش قادر مولاش يمشي مليح، نقص حتى بالتيراج نقصت القوة تاعو. عاود ضبطت الصوت ابيض عمي المختار، درتهم 0.25 حسب ما قالوا لي المختصين، 0.20 او 0.45 عادل. المهم هذا المحرك بدون تيربو، محرك بدون تيربو بقى نفس المشكل. عاود عطاوني الضبط واحد اخر، كنت نحوس الضبط تاع الكاتالوج، قالوا لي الضبط في الكاتالوج او صفر، واحد يقول لي 0.20 هواء و 0.45 عادم، واحد يقول لي 0.25 هواء و 0.35 عادم، واحد يقول لي 0.25 هواء و 0.30 عادم. والان ما راه يدور الجرار المحرك في يعني حاط له 0.25 0.30 0.25 هواء 0.30 عادم. وكما تلاحظ هذا الصوت تاع الطرق عمي المختار يظهر من الشاط ما، وفي السيريلي مليح في الصوت. في الصوت في دخان ما يظهرش مليح، وفيه تقطيع أشاط ما، فيه تقطيع ما أشاط ما، فيه كسيري مليح. وكما تلاحظ الآن الموتور يخض،
مش يدور عادي، في هذا الصوت طرح يظهر مع الشارع العادي. أتمنى يكون صوت واضح من الفار، كما قلت الأداء تاعو ماهوش ثابت. المحرك هذا ماشي 12000 ساعة، ماهوش مفتوح مع هذا البخاخات اللي عاودتهم ملاحظة الديزل ولا ضابط الصفحات، أما سيد فيه والو. ما طلع الأبل الحصار، هذا الصوت دائما بيجي شاطمة. كيف تسمع فيه؟ هون محرك فرارون. تولي شاطمة تاعو تخض. ظهور الصوت هذا. سيريلي مليح كي نزير الاكسيراتور اخر درجه، يكون فيه الشاطمه فيها خروج دخان قليل، مش طار اللون تاعو بين اسود او ابيض او ازرق، وفيه صوت تقطيع، فيه صوت تقطيع من الشاطمه. نتمنى فيني يعني مختار، وانا عندي عام عندي هذه المشكله عندك ما عرفت السبب. مشيت عند المختصين تاع ملاحقة الديزل والبوبيست 12 مرة أو أكثر ما عادش متذكر، وقالي نفس المشكل ضبط الصفابات، وقالي نفس المشكل ما عرفتش السبب. نتمنى تفيدني وبارك الله فيك. للعلم نعطي لك النوعية تاع الزيت اللي أنا حاطها الآن. نتمنى تفيدني أمي المختار. وكما قلت هذا جرار ماسي فيرغيسو 440 إكسترا، في محرك بيركينز 1044 بيركينز صنع برازيل 82 حصان. في هذا الصوت قد القوة تاعو ما ولاش قادر حتى بالخدمة، في المشي في الطريق ما ولاش يمشي مليح، في صوت الطارق هذاك والتكتك كما لاحظت، وخاصة كي نكسيري المليح في صوت اللي يطلع مع الشاطمة، فيه دخان مش بزاف لكن في صوت تقطيع مع الشاطمة كي نكسيري المليح. ونتمنى تفيدني من المختار، ما عرفش السبب انا، واللي عنده الكاتالوج ان شاء الله يعطينا الضبط الصحيح تاع السوباب تاع هذا المحرك تاع الجرار ماسي فيرغيسو 440 اكسترا البرازيل. نتمنى نكون كما اعطيتك جميع. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.